السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا في شرحنا في مادة الصناعية، راح نتكلم بالفيديو هذا عن مواضيع الـ Particle Size Analysis Method. راح يكون إن شاء الله رب العالمين الفيديو هذا والفيديو القادم بيغطي الـ Methods للـ Particle Size Analysis الخمسة، اللي هم زي ما أنتم عارفينهم اللي هم الـ Sieve Methods، عندنا المايكروسكوب ميثود، عندنا الالكتريكال ستريم سينسينج زون ميثود اللي هي الكولتر كاونتينج، بالاضافه للليزر لايت سكاترينج ميثود والسيدمنتيشن ميثود. راح يتم بهذا الفيديو ان شاء الله تغطيه اول ثلاث او اثنين، وبالفيديو القادم ان شاء الله راح نغطي الباقي. باول فيديو تكلمنا عن البارتيكل سايز اناليسز وتكلمنا عن اهميتها وليش لازم نعرف نعمل اناليسز للبارتيكل سايز. بالفيديو الثاني تكلمنا عن البارتيكل سايز ديستريبيوشن وتكلمنا كيف نرسمه عن طريق الهيستوغرام والرسمات الاخرى اللي تكلمنا عنها. بشكل عام بيحكي لك انه احنا عشان نختار الميثود المناسبه عشان اعمل البارتيكل سايز هذا بيعتمد على كرايتيريا معينه، لانه كل ميثود بتختلف عن الميثود الاخرى بخصائصها، وبتختلف بسواء كانت ويت او دراي، مانيوال، اوتوماتيك، شو سرعتها، شو السايز رينج اللي بتغطيها. فشو هو ال 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 العوامل اللي بتحددني عشان اختار ميثود معينه عن غيرها؟ زي ما تكلمنا هي السايز رينج اوف اناليسيس، قديش حجم انا عندي البارتيكل سايز الموجود عندي. مثلا لو كان كثير كبير بستخدم له ميثود معينه، لو كان كثير كثير صغير بستخدم له ميثود معينه. وراح نتكلم عن السايز رينج لكل ميثود لوحدها ان شاء الله. بالنسبه اذا كان انا عندي السامبل كانت ويت او دراي بستخدم لها ميثود عن اخرى، اذا كانت عندي مانيوال او اوتوماتيك او اوتوماتيك، او اذا كان انا مثلا بدي احدد سرعه معينه اذا بدي الاناليسيز يكون سريع او بطيء، كله هذا بيعتمد على الميثود اللي انا بختاره. طيب اول ميثود ان شاء الله رب العالمين راح نمشي فيها هي السيف ميثود. بكل ميثود ان شاء الله راح نتكلم عن الايكويفالنت دايمتر اللي انا بستخدمه في هاي الميثود. باول فيديو تكلمنا عن انواع الدايمتر، عن انواع الايكويفالنت دايمتر عفوا، وحكينا انه الايكويفالنت دايمتر هو عباره عن دايمتر افتراضي انا بخلقه وبشكله للبارتيكل الموجوده عندي، لانه انا بعرف انه البارتيكل بشكل عام بيكون شكلها irregular، ما بتكون سفير او ما بتكون سيركل بشكل ايديال، يعني ما بتكون دائرية بشكل كامل. فعشان هيك انا بروح بطلع شيء اسمه الايكوفالنت دايمتر. هسه الايكوفالنت دايمتر ممكن يختلف او هو بيختلف بكل ميثود عن اخرى. بالنسبه لما للميثود بتاعت السيف ميثود هو شيء اسمه سيف دايمتر. شو السيف دايمتر؟ سيف دايمتر هو الدايمتر اللي بيقدر يدخل داخل السيف او داخل المش بتاعت التري اللي انا بستخدمها. ايضا بكل ميثود ان شاء الله راح نستخدم على راح نتكلم عن الرينج للاناليسيز. شو البارتيكل سايز دايمتر او شو البارتيكل دايمتر اللي انا بقدر استخدم له هاي الميثود تحديدا، او شو حدود، خلينا نتكلم شو حدود كل ميثود من ناحيه البارتيكل دايمتر. هل هذا البارتيكل سايز او البارتيكل دايمتر مناسب اني استخدم له هاي الميثود مثلا، او ميثود سين او اكس على اساس انه انا اطلع الاناليسيز تاعه، ولا لازم اروح مثلا على ميثود ثاني مختلفه السايز رينج تاعها مثلا يمكن يكون اوسع، او يمكن يكون مسؤول عن مثلا السايز الجدا صغير او الجدا الكبير وهكذا. طيب زي ما تكلمنا بالنسبه للايكوفالنت دايمتر تاع السيف ميثود هو الشيء اسمه سيف دايمتر. ممكن تيجي دائره بشكل بسيط تحكي لك شو الايكوفالنت دايمتر تاع السيف ميثود، تحكي له السيف دايمتر. هو زي ما تكلمنا هو الدايمتر او الابعاد اللي بتقدر تدخل المش او السيف اللي انا بكون موجود عندي في التري، بغض النظر عن الاورينتيشن تاع البارتيكل سايز. بالنسبه للرينج اوف اناليسيس للسيف ميثود ضروري نعرفه اللي هو من 5 لتقريبا 1000 لتقريبا عفوا 125 مايكرومتر. اذا من 5 ل 125 ألف مايكرومتر. طيب بالنسبة للبرنسبل هو بيحكي لك بشكل عام، هاي السلايد يعني بتقدروا تقرأوها وترجموها، هي الإشي اللي احنا استخدمناه في اللاب اللي هو الجهاز تاع التريز تاع السيفز اللي بكون في مثلا تريز، معناها زي صواني خلينا نحكي، بيكون كل صينية بتحتوي على مجموعة من المشز أو مجموعة من النست أو بتكون سيريز اللي هي بتكون بتحتوي على الثقوب. خلينا نتكلم اللي أنا بسكب الباودر تاعي أو بسكب السامبل تاعي في أعلى تري موجودة عندي في الجهاز، واللي بتحتوي على كورستس هولز أو بتحتوي على الكورستس مش. بعديها
اللي مش الحجم تاعهم ينقص تدريجيا حتى اوصل التري او اوصل اللي هي الكوليكتنج تري اللي هي بتكون اسفل شيء بتكون تحت تحت. وضروري نحكي انه السيف اللي بتكون موجوده فوق التري مباشره هي بتكون شو؟ بتكون عندها الفاينست مش تمام. فبحكي لك عندنا السيف اناليسيز يوتيلايزد او ووفن، بتستخدم الووفن او البانشز او الكترو فورمد مش، هاي بتكون مصنوعه اما من الستانلس ستيل او بتكون مصنوعه من الستيل وذ نون ابريتشر دايمتر ويتش فورم فيزيكال بارير تو ذا بارتكل. بتكون عندنا موجوده عندها ابريتشر مجموعه من الثقوب، بتكون اكيد معروفه الفيزيكال معروفه طبعا الدايمتر تاعتها واللي بتشكل فيزيكال او بارير لهاي البارتكل. فالبارتكل اللي حجمها اكبر من المش اكيد ما راح يعبر، اما البارتكل اللي حجمها اقل بعبر للسيف اللي تحتيها وهكذا وهكذا، اللي اصغر اصغر شيء راح ينزل للتري اللي هي ما إلها ثقوب. فبحكي لك most sieve analyzes utilize a series او stack او nest of sieve اللي هي بتكون عبارة عن الشبكة أو الثقوب المتكونة منها هاي السيف، which has the smallest mesh above the collector tray followed by mesh that become progressively coarser toward the top of the series. هون بلش من تحت لفوق، بيحكي لك المش بكون collecting tray بيكون قليل جدا او بيكون فاين، لما نطلع لفوق عند السيف اللي احنا بنصب عليها الباودر او السامبل تاعي راح يكون عندها اكبر مش. طيب بالنسبة وين صرنا احنا؟ طيب بالنسبة لعدد السيفز بيحكي لك ممكن تتراوح من 6 إلى 8، وبالنسبة للابريتشر مش أو الحجم لهذا الابريتشر هو أكيد الاختلاف من سيف لسيف أخرى متتابعتين ما راح يكون عشوائي، ولكن راح يكون بقيمة مضروبة بجذر الاثنين أو 2 جذر الاثنين. يعني مثلا على افتراضا أو مش نفترض، خلاص هي السيف الأعلى واحدة كانت موجودة عندنا في اللاب أظن 1700، اللي تحتيها بتكون 1700 ضرب جذر الاثنين وبتنقصها منها، وذلك بتكون يعني النسبة بين السيف واللي تحتيها أو اللي فوقها هي 2 أو 2 بجذر الاثنين. فبحكي لك سيف ستاك يوجوالي كومبرايز بتكون 6 ل 8 with an aperture progression based on جذر 2 ل 2 في جذر 2 change in diameter between adjusted sieves. بحكي لك الباودر is load on the coarsest sieve with the assembled stack and the nest is subjected to the mechanical vibration. زي ما شفنا باللاب بعد ما حطينا الباودر تاعنا كبسنا على كبسة اعطتني mechanical vibration عشان تسمح بالباودر انه ينزل من سيف لاخرى. فبعديها بحكي لك طبعا بيكون لمدة وقت معين، في حالتنا اظن ان احنا باللاب استخدمنا لها 3 دقائق، وهو لاب بيحكي لك after a suitable time the particle are considered to be retained on the sieve mesh that aperture corresponding to the sieve diameter. يعني اللي كان عندك الدايمتر المناسب للمش او اكبر منه بضل فيه، اما اذا كان اصغر بنزل اللي تحتيه. في حاله انه الوقت، هاي الجمله هاي بشكل عام دكتوره ما شرحتها منيح، بس حكت انه يعني بغض النظر عنها لازم في suitable time لا اكثر ولا اقل، وبعد فتره معينه او بعد فتره يعني بعد انترفل معين ما بيكون في داعي اني انا اخلي الجهاز شغال. وهاي الفتره اظن انه انا اللي فهمته من هذا الكلام هنا انه بحكي لك اذا وصلت لوقت انه انا اذا ضل الجهاز شغال لمده 5 دقائق ونزل اقل من 2 خلاص ما في داعي الجهاز يضل شغال اكثر من هيك، خلاص انا بكون وصلت لمرحله ساتوريتد خلينا نحكيها، او لمرحله انه ما راح يصير في فيرذر ريزلتس زياده عن اللي طلع معي. بالنسبة للالترناتيف ميثودز للسيف، في عنا اشي اسمه، هون خلصنا موضوع السيف ميثود اللي شفناها بالله، في عنا اشي اسمه الاير جيت سيفينج. الاير جيت سيفينج زي ما راح تشوفوا هنا هو عبارة عن جهاز، ما بعرف اذا موجود عندنا في اللاب او لا، خلينا نشوف هاي الصورة. هو المميز فيه انه احنا بنستخدم فقط سيف واحدة، مش اكثر من سيف بتكون موجودة فوق بعض، هي موجودة هي فقط سيف واحدة. وايضا المختلف عن السيف العادية والسيف ميثود العادية انه انا ببلش من الفاينست ميث. بالسيف العادية كنا نبلش من الكورست ابريتشر وننزل ننزل ننزل لحد التري كان في عندي اقل مش او اقل ثقوب. هون لا، انا بستخدم اقل حجم للثقوب
بعدين بحط كل الباودر تاعي، مثلا بدير كل الباودر تاعي على اقل سيف ابريتشر بتكون موجوده عندي، بصير في كولكتنج لهذا الباودر الصغير صغير صغير كثير، هو اصغر من حجم المش اللي انا حطيته، عن طريق فاكيوم بتكون موجوده هون تحت. هاي الفاكيوم بتقوم بامتصاص او بتقوم بسحب البارتيكل سايز، البارتيكل اللي بتكون السايز تاعها اصغر من الثقب الموجودة هون. طب هلا ممكن واحد يجي يحكي انه ممكن انا البارتيكلز الكبيره ممكن تعمل بلوك لهذه السيف او لهاي الابريتشر، بيكون في عندنا اسمه هو الاير جيت اللي تكلمنا عنه، بيكون في بالصوره هي بتوضحها، بيكون في عندنا زي تيار هوائي بيطلع بتفش البارتيكل الكبيره، فبالتالي بمنعها انها تعمل بلوك لهذا السيف، فبالتالي بيسمح انه الفاكيوم يرجع يعمل فاكيومينج للبارتيكل اللي بيكون السايز تاعها صغير. فانا بالتالي عندي اشي بيطلع لفوق واشي بنزل لتحت، اشي بيطلع لفوق واشي بنزل لتحت، التيار الهوائي الصاعد بمنع البارتيكل الكبيره انها تعمل بلوك لهذا الابريتشر او لهذا السيف، والفاكيوم اللي هو التيار الهوائي النازل، طبعا هي هيك الصورة على العكس، التيار اللي نازل بيعمل فاكيومينج للبارتيكل اللي بالسايز تاعها صغير. بعد ما خلص يخلص هذا العملية هاي السيف، وبحط السيف اللي هو الابريتشر تاعها بيكون اكبر اللي بيكون بعديها، او خلينا نحكي السيف اللي بعديها، وهكذا بعيد هاي العملية. فبالتالي انا ببلش اقسم الباودر او السامبل تاعي حسب حجمها، من الحجم الصغير للاكبر للاكبر للاكبر، حتى لما اوصل اكبر سيف بكون موجود عندي، خلاص كل الباودر راح يتم ايش عمل له فاكيوم، وما راح يكون في هون باودر فيرذر باودر الا اذا كان اكبر حجمه، يعني حجمه اكبر من اكبر مش او اكبر ابريتشر بكون موجود عندي. طيب فهون نتكلم عنها بالسلايدات، بحكي لك another form of sieve analysis تسمى air jet sieve use individual sieve rather than complete nest of sieves. فبحكي لك هون طبعا بتستخدم وحدة بدل nest of sieve اللي هي مجموعة من السيفز، starting with the finest aperture sieve and progressively removing the undersized particle fraction by sequentially increasing the aperture of the each sieve. زي ما تكلمنا بتحط السيف اللي عندها aperture أقل وبتبلش تزيد 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 حتى توصل لأعلى sieve aperture. طيب فبحكي لك هنا the particle are encouraged to pass through each aperture under the influence of the particle vacuum applied below the sieve mesh. بكون في يعني vacuum بسحب لي هاي particles، وفي عندي reverse air jet circulate beneath the sieve mesh blowing the oversized particle away ايش تو بريفنت بلوكينج، زي ما تكلمنا في الصور. فهون بحكي لك الاير جيت سيفنج از اوفن مور افيشنت اند ريبروديوسبل، فهي تعتبر هون احسن، بتكون احسن بتكون ريبروديوسبل، يعني بتعطيني نتائج ادق بكثير من السيف العاديه النورمال اللي هي تسمى ميكانيكال فايبريتد سيف اناليسيز اللي هي العاديه. اولثو وذ فاينر بارتيكل اجلوميريشن كان بيكم ا بروبلم. المشكله الوحيده في هاي الاير جيت سيفنج انه ممكن يعمل لي اجلوميريشن اذا كان في عندي very very fine particles، وهذا الاشي انا ليش؟ لانه ما في عندي vibration خلينا نحكي، او ما في عندي اشي يفصلهم عن بعض. هاي المشكله الوحيده اللي بتكون موجوده في الاير جيت سيفنج، اللي هو ممكن الفاينر particle size تكون تعمل لي agglomeration لما تتراكم على بعض بسبب وجود forces بتكون موجوده على السيرفيس تاعها. طيب هلا بحكي لك السيف ميثود بشكل اساسي لا تعتبر اوتوميتد بالمره، يعني هي عباره عن فقط نان اوتوميتد، لانه انا بحط بايدي بسكب وبشيل سيف وبحط اللي بعديها بمسك الباودر اللي صار له فاكيوم وبروح انا بشيله في ايدي، فهو عباره عن مانيوال بشكل بحت. بحكي لك سيف اناليسيز از ستيل لارجلي ان نان اوتوميتد بروسيس اولثو ان اوتوميتد ويت سيفنج تكنيك هاز بين ديسكرايبد، يعني على الرغم من انه في عندنا سيفنج ميثود اللي هي النوع منها اللي هو احنا بنستخدمه للسسبنشنز او بنستخدمه للباودر او بتكون رطبه، يعني هذا الاشي يعتبر اوتوميتد ولكن احنا مش مشروح لنا في السلايدات هون. انتقالا للنوع الثاني او الميثود الثاني للسايز اناليسز او للبارتيكل سايز اناليسز عفوا، اللي هو المايكروسكوب او المايكروسكوبي ميثود. شو الايكوفالنت دايمتر تاعهم؟ الايكوفالنت دايمتر للسيف ميثود شو كان؟ سيف دايمتر. بالنسبه للايكوفالنت دايمتر تاع المايكروسكوب ميثود هم الاربعه اللي تكلمنا عليهم باول او ثاني فيديو تقريبا، اللي هم البروجكتد اريا دايمتر والبروجكتد بيريمتر دايمتر الفريتس دايمتر وفي عندنا المارتنز دايمتر. طيب زي ما تكلمنا شو الرينج اوف اناليسز؟ الرينج
بيعملوا في الاناليسز للسيف دايمتر شو كان 125 الف مايكرومتر. بالنسبه للمايكروسكوب ما راح يكون في عندنا ميثود واحده، راح نتكلم على ثلاثه بالتفصيل اللي هم التم، خلينا نسميها تم، وفي عندنا السم، وفي عندنا اللايت مايكروسكوب. التم اللي هي ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، وفي عندنا السم اللي هي سكاننج الكترون مايكروسكوب مايكروسكوب عفوا، وفي عندي اللايت مايكروسكوب. من خلال السايز رينج خلينا هنا نفرق بينهم. واضح جدا انه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب هو فيري فيري كومباتبل مع الباودرز اللي بتكون حجمها جدا جدا صغير، فبنلاحظ انه هنا قاعد بتعامل مع 0.001 لتقريبا 0.05 مايكرومتر، فاحنا قاعدين بنتكلم عن سايز رينج جدا جدا قليل. هذا بنستخدم له اذا كان في عندي باودر من هاي الناحيه، بستخدم له اللي هو الترانسميشن الكترون مايكروسكوب او التم. بالنسبه للسكاننج الكترون مايكروسكوب بنستخدم، ممكن نلاحظ انه عنده وايد رينج، يعني هو بيشتغل من نهايه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب اللي هو 0.05 وين لحد ال 1000 مايكرومتر، فهو عنده وايد رينج، وايد رينج للسايز اناليسيس. بالنسبه لللايت مايكروسكوب عندنا السايز رينج بتاعه من 1 ل 1000 فقط، فهو يعتبر اوكي مفيد وعلى راسي وعيني، ولكن في حالات اذا كنا بدي استخدم شيء يكون له وايد وايدر رينج بستخدم السم. اذا بدي استخدم ميثود تكون بتشتغل على البارتيكل سايز اللي جدا جدا وصغيره بستخدم التم. طيب بالسلايد هي بشكل عام ما في داعي نركز عليها، ولكن اللي بتهدف له هاي السلايد زي ما حكيت الدكتوره انه السامبل بريبريشن اند اناليسيس كونديشن لا اللايت مايكروسكوب هو جدا اسهل من السكاننج الكترون مايكروسكوب والترانسميشن الكترون مايكروسكوب. فقط هذا بدنا نعرفه من هاي السلايد. التفاصيل الزياده والمنيوم ومش المنيوم وجولد وميتال وشغلات زيك اظن يعني ما لها داعي. طيب بالنسبه للبرنسبل اوف ميجرمنت لللايت مايكروسكوب بيحكي لك انه اللايت مايكروسكوب عنده قدره فقط انه يعطيك 2 دايمنشنال ايمجز حتى لو كانت البارتكل عندك موجوده على شكل 3 دايمنشن، على عكس الميثودز الثانيه اللي هم تكلمنا عليهم اللي هم الترانسميشن الكترون مايكروسكوب والسكاننج الكترون مايكروسكوب. عندهم قدره انهم يعطوك ايش؟ عندهم قدره انهم يعطوك 3 دايمنشنال ايمج للبارتكلز اللي عندها 3 دايمنشن، وهي تعتبر سلبيه فيه. بالنسبه للبارتكلز ممكن تشكل لي اشكال على شكل الدندرايتس او الفايبرس او الفليكس اللي هي بتكون مش دائريه ولا لها علاقه بالسفيرز او السيركلز. زي ما تكلمنا بالفيديو الاول انا ممكن ارسم داخل هاي الفليك دائره صغيره يعطيني هاي الفليك، ودائره كبيره بتحيط فيها يعطيني الـ 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 القطر هاي الدائره الكبيره، او خلينا نتكلم عن مثلا عرضها او طولها لهاي الفليك. طبعا هذا الاشي انا لما ارسم دائره تمام لا افليك راح اكبر الحجم الاساسي تاع هاي الافليك او هاي الفايبر، فبالتالي راح اعمل اشي اسمه اوفر استيميتد للسايز او اوفر استيميشن اوف ذا سايز زي ما تكلمنا. فانا مثلا زي ما تكلمنا بالرسم الموجود هون زي ما انتم شايفين، هلا انا عندي فليك هون تمام او عندي فايبر او عندي دنتريت، بروح برسم دائره صغيره بتعطيني الويث، بعدين برسم دائره كبيره بتعطيني الطول لهذا الفايبر. الاشي هلا الحجم الطبيعي او السايز الطبيعي لهذا الفليك هو هي زي ما انتم شايفين هون. اما هذا الاشي اللي انا عملته انا راح لازم اعامل كل الاجسام زي كانها دوائر، لانه الكمبيوتر او اخر اشي لما اجي اعمل الايكوفالنت دايمتر لهذا البارتيكل بغض النظر كان فليك او كان سفير انا لازم اعامله كسفير عشان اخذ الدايمنشنز تاعته. فهذا الاشي انا اللي بعمله بسموه اوفر استيميتد للسايز، بيعمل لي اشي اسمه اوفر استيميشن للسايز. طيب وين صرنا؟ طيب هون فبحكي لك under size under such condition size analysis is carried out accepting that they are viewed in their most stable orientation. كلامنا انه this will lead to ايش؟ to overestimated size as the largest dimension of the particle will be observed. راح اخذ حجم او راح اخذ dimensions اكبر من ال real particle dimension اللي بتكون موجوده عند هذا الفليك او هذا الفايبر. طيب فبحكي لك
The two-dimensional images are analyzed according to the desired equivalent diameter. Desired equivalent diameter هم ال equivalent diameters الأربعة اللي تكلمنا عنهم في بداية الشرح. Okay, using a conventional light microscope اللي هو ال light microscope العادي, particle size analysis can be carried out using a projection screen with a screen distance related to particle dimensions by previously derived calibration factor using a الجراتيكيول. الجراتيكيول هو عبارة عن مخطط أو عبارة عن مسطرة, خلينا نحكي, بتكون موجودة على داخل هذا الميكروسكوب أو اللايت مايكروسكوب. بتكون طبعا أشكال, إما بتكون مخطط على شكل خطوط أو بتكون يعني مسطرة, أو بتكون على شكل دوائر عاتمة, أو بتكون شفافة, تمام, ترانسبيرنت, أو بتكون أوبيك. طبعا شو الفائدة منهم؟ الفائدة منهم إن أنا أعرف أعمل استيميتد لهذا الدايمنشن, أو أعرف أعمل أقدر الحجم لهذا البارتيكل الموجود عندي من خلال اني اطلع باللايت مايكروسكوب فقط. خلينا نشوفها مع بعض. بشكل عام هذا هو الشيء اللي اسمه الجراتيكيول. لها اكثر من انواع, ممكن يكون زيك مجرد ارقام, انه مثلا اذا كانت البارتيكل موجوده في هذا المربع فهي الدايمنشنز تاعتها او الاكوفلنت دايمتر تاعها 200 مثلا, اذا كانت هون بتكون 100, اذا كانت هون بتكون 50, ممكن تكون على شكل هاي الدوائر مثلا اذا كانت البارتيكل تاعها ابيض راح تظهر على هاي السيركل السوداء. اذا كان مثلا انا بعرف هذا حجم الدايمنشن او بعرف الدايمتر تاع هذا السيركل مثلا, نفترض انه 5 مايكرومتر, اذا كان مناسب بالضبط على يعني مغطي بشكل كامل لهذا السيركل بعتبر انه هاي ايش 5 مايكرومتر. اذا كان اكثر او اقل بقدر اعمل استيميشن للدايمنشن تاعها. ممكن يكون شيء زي هيك زي ما انتم شايفين انه يكون على شكل خطوط او مسطره. كل هذا شيء بنسميه ايش, بنسميه اوبيكس, او اللي بنسميه عفوا اللي هو اللي هو الجراتيكيول, تمام. فبحكي لك الجراتيكيول كان بي يوزد ويتش هاز ا سيريز اوف اوبيك اند ترانسبيرنت سيركلز وذ ديفرنت دايمتر. يوجوالي بتكون ايش الفرق بينهم الاثنين بروجريشن, يعني بتكون الفرق بين الدائره والاخرى سواء كانت اوبيك او ترانسبيرنت اللي هي الجذر الاثنين. طبعا اوبيك زي ما تكلمنا انه ممكن تكون البارتيكل لونها ابيض فبتظهر على هذه السيركل, او ممكن تكون لونها اسود فبتظهر على او غامق يعني فبتظهر على الترانسبيرنت سيركل. يعني بشكل عام خلينا نتكلم انه الجراتيكل هو عباره عن مخطط او مسطره بكون موجود داخل اللايت مايكروسكوب عشان اقدر او اقرا حجم او دايمنشنز لهذا البارتيكل سايز اللي موجودة عندي بناء على الايكوفلنت دايمتر اللي انا طلعت الهيئة. فبحكي لك particles are compared with the two sets of circles and are sized according to the circle that corresponds most closely to the equivalent particle diameter. اظن الكلام صار واضح. بحكي لك انا بتكون عندي particle size اللي شايفها, بروح بقارنها بعملها compared مع ال particle size compared مع هاي السيركل, انا بكون اصلا عارف ايش, عارف ال size تاعها او dimension تاعها, بقارنها مع ال equivalent particle diameter اللي انا بدي احسبه. فبحكي لك the field of view is divided into segment to facilitate measurement of the different numbers of particles. فبحكي لك هي بتكون مقسمة ل segments أو ل fields عشان أسهل عملية إيش, أسهل عملية قراءة ال equivalent diameter اللي بتكون موجودة عندي. طب بالنسبة للالتيرناتيف تكنيكس, مش فقط على اللايت مايكروسكوب, تكلمنا عن السم والتم. السم اللي سكاننج الكترون مايكروسكوب, وعندك الترانسميشن الكترون مايكروسكوب. تكلمنا انه الترانسميشن الكترون مايكروسكوب هي بتكون لها مسؤولة عن عملية ايش, بتكون مسؤولة عن عملية انه اقرا البارتكل سايز, بتكون لها رينج سايز جدا قليل. السكاننج الكترون مايكروسكوب عندها وايد رينج اوف اناليسيز, فانا بقدر اقرا لها تقريبا اغلب البارتكل سايز, او بقدر اقرا لها اغلب السامبلز لانه عندها وايد رينج زي ما تكلمنا. فزي ما تكلمنا في حاله اللايت مايكروسكوب هو بعطيني 2 دايمنشنال ايمج بغض النظر كانت البارتيكل عندها 2 او 3 دايمنشن. في حاله السكاننج الكترون مايكروسكوب هاي ميزه فيه انه بعطيني بارتيكولاري ابروبريت وين 3 دايمنشنال بارتيكل ايمج از ريكوايرد. اذا انا مضطر وبدي ال 3 دايمنشنال ايمج لهذا البارتيكل الموجود عندي او لهي السامبل الموجوده عندي, بستخدم السم. وبعدين هون بحكي لك انه البوث اللي هم السم والتم analysis allow to lower particle size limit to be greatly extended over that possible with the light microscope. بالنسبة للحجم زي ما تكلمنا أنا بقدر أقلل زي ما بدي بكتير قبل ما, وبقدر بكون عادي أعمل له
بارتكل سايز اناليسيز عن طريق عمليات السم والتم، يعني هم اعطوك وايد وايدر رينج عن اللايت مايكروسكوب. هذا اللي بده يحكي لك اياه هون. الاوتوماتيك ميثود، طبعا قبل ما نبلش هون بنتكلم انه بالنسبه لحاله مايكروسكوب ميثود كانت هي فولي نان اوتوماتيد زي ما تكلمنا، لانه بالسلايد هون احنا بدرسونا انه كيف احنا نحضر العينه لسه في ايدينا، بعدين لسه بدنا نقرا الحجم تاعها عن طريق ايش؟ عن طريق الجراتيكيول اللي بتكون موجوده داخل اللايت مايكروسكوب. فبالتالي الموضوع فولي مانيوال، بيعتمد على الشخص اللي بيقرا هاي العينه بشكل اساسي. بالنسبه للاوتوماتيك ميثودز، او في عندنا ميثودز اللي هي سيمي اوتوماتيد، في عندنا طريقتين اساسيات. فبحكي لك السيمي اوتوماتيد ميثود يوز سم فورم اوف بري كاليبريتد فاريبل ديستانس تو سبليت بارتيكل انتو ديفرنت سايز رينج. فبحكي لك راح نتكلم عن كل واحدة من هاي الطريقتين في عندها اشي معمول له بري كاليبريتد، يعني تم شو بدنا ايش معنى كاليبريتد، يعني القياسات تاعته معروفة اصلا، او راح نستخدم منه بشكل اساسي نوع من الكمبيوترايزد افكتس، او راح يكون في فيديو، او راح يكون بشكل عام سيمي اوتوماتيد، مش مانيوال بشكل كامل ولا اوتوماتيد معتمد على ماشين بشكل كامل. فبحكي لك وان تكنيك، اول وحدة اللي هي اسمها البارتيكل كومبريتور، ضروري نعرف الاسم مع الشكل. اول وحدة اسمها ايش؟ البارتيكل كومبريتور اللي هو الشكل هذا. خلينا نتكلم عنها بشكل عام. بحكي لك هي يوتيلايز بتستخدم variable diameter light spot projected on the onto photo micrograph or electron photo micrograph of a particle under analysis. نفس الكلام اللي هون، خلينا نقرأه على الرسمة هاي. طبعا ضروري نعرف الرسمة مش حفظ، ولكن إذا جتنا نعرف هاي لإيش تابعة، تابعة لإيش اسمه البارتيكل كومبريتور، أوتوميتد نان أوتوميتد سيمي أوتوميتد، هي بتكون سيمي أوتوميتد، تابعة لأي ميثود، تابعة لها اللايت مايكروسكوب أو المايكروسكوبي ميثود. طب بيكون في هون عندي لايت سورس، بطلق هذا اللايت سورس بيطلع لي لايت، بتروح على لينس، اللينس وظيفتها إنها تعمل فوكسنج لللايت داخل نقطة معينة. هسا أنا تحكمي في هذا الإشي، تحكمي في هذا الاشي اللي هو اللي بسموه الايرس او الحدقه، والعينه تاعتي بحطها على اشي اسمه الفوتو مايكروغراف او الالكترون فوتو مايكروغراف. هسا انا تحكمي في الايرس تاع الايرس تاع هاي المنطقه، بتكون في عندي كبسه بكبر وصغر الايرس زي ما بدي بناء على شو. هسا انا لما اصغر الايرس، راح هون اخلق عباره عن دائره تمام ضوئيه، او راح يكون في بقعه ضوء صغيره كثير. لما اكبر الايرس راح تكبر. هسا انا بصير اكبر واصغر بناء بايدي، طبعا عشان هيك هي سيمي اوتوماتيد زي ما تكلمنا، بصير اكبر واصغر بناء على انه يطلع عندي دائره تكون لا اكبر ولا اصغر من البارتيكل اللي موجوده عندي. فبالتالي بناء على الايرس اللي انا بحطه هون، راح يطلع عندي دايمتر هون، او راح يطلع عندي دايمتر هون. فبروح الجهاز بيعرف، بيسال حاله الجهاز شو السايز اللي بوافق هذا الدايمتر، او بناء على هذا الدايمتر اللي عندي شو السايز تاع هذا البارتيكل. هون بيكون الجزء ايش؟ الاوتوميتد، وبطلع لي السايز او الدايمنشن تاع هذا البارتيكل. فبحكي لك شريحة بشكل عام. The variable iris controlling the light spot diameter is linked electronically to a series of counter memories. هاي هي الاشي اللي احنا نتكلم عنه اللي هو ال pre-calibrated variable. هون عنا ال counter memories، في عنا اللي هو ال iris controlling ال iris، انا بتحكم فيها، بتعطيني دائرة هون. هاي الدائرة متصلة بشكل أساسي مع الكاونتر ميموريز each corresponding to different size range. بناء على الدائرة اللي طلعت هون بعطيني السايز رينج المناسب. فبحكي لك alteration اللي هو تكبير أو تصغير ال iris diameter cause a particle count to be directed into appropriate counter memory following activation of the switch by operator. يعني أنا لما خلص أطلع الدائرة اللي بدي إياها اللي بتكون مناسبة لهذا البارتيكل، بكبس كبسة، فمباشرة خلص بلتقط هذا الدايمتر، وبروح الجهاز بعطيني السايز بناء على الايكوفالنت دايمتر اللي انا طلعته. انتقالا للسيمي اوتوميتد ميثود الثانيه التابعه للمايكروسكوبي ميثود، اللي هي شيء بنسميه، خلينا نشوف الرسمه، شيء بنسميه الايمج شيرنج اي بيس. الايمج شيرنج اي بيس، خلينا بشكل عام نشرح الرسمه بعدين بنرجع على السلايدات. الايمج شيرنج اي بيس هي عباره عن هاي الميكروسكوب بكون عندي موجود هنا، او الفيديو كاميرا او الاي بيس بتاعت الميكروسكوب. هسا الضوء بينتقل، او الانعكاس الايمج تاع هذا البارتيكل بينتقل عن طريق تو بريزمز اللي هم المناشير او المنشور، بتكونوا موجودين فوق بعض بشكل افقي. هسا
المنشور هذا بيكون موجود فوق الثاني بشكل افقي 100%، بيظهر لي هذا الشكل، بيظهر لي ايمج طبيعيه للبارتيكل الموجوده عندي في حاله ما كان في نو شير. ايش يعني الشير؟ اللي هو الحركه، اهتزاز او بعد البريزم هذا عن البريزم هذا. في حاله لما يعطيني ايمج واحده فقط زي هيك، بكون عارف انه هذول البريزمز موجودين فوق بعض بشكل تام. هسا انا بايدي ببلش اعمل شيرنج، عشان هيك هي سيمي اوتوميتد، ببلش اعمل شيرنج اللي هي تحريك لهي البريزمز. لما انا اعمل شيرنج مباشره بطلع عندي تو ايمجز، بصير في سبلت، بصير في عندي انقسام لهي الايمج الواحده، بصير تطلع تبعد عن بعض، تبعد تعطيني تو ايمجز. فبحكي لك هون انا عملت سمول شير، صار في شيء اسمه اوفرلابينج. اوفرلابينج اللي هي طلع لي تو ايمجز من ايمج واحده، فصار في عندي اوفرلابينج دامج دبل ايمج. هلا انا لما بصير بضل اعمل شيرنج شيرنج شيرنج، قبل ما يصير عندي شيء اسمه ايش، تاتشنج تاتشنج بوينت او الكونتاكتنج بوينت بين تو ايمجز هاي، اول ما يطلع عندي هذا الشيء مباشره بكبس خلاص انه انا بدي هذا، طلع لي السايز لهذا الدايمنشنز او لهذا الدايمتر بكون موجود عندي، ومباشره الجهاز بيعطيني سايز. هسا فبحكي لك degree of rotation determine amount of the بتعتمد على الشير البروديوست. كل ما كان في شير هون راح يبعدي، والجزئين اللي راح تبعد تو ايمجز عن بعض، لما يصير في عندي تاتشنج بوينت او تاتشنج كونتاكت مباشره خلاص بعرف انه هذا هو السايز اللي انا بدي اياه، بكبس والجهاز بيعطيني السايز المطلوب. فبحكي لك هي بشكل عام تعتمد على شو؟ خلينا نقرا. انا بحكي لك second technique uses a double prism arrangement mounted in place of the light microscope eyepiece. The image from the prism is usually displayed on a video monitor، بتكون موجودة على 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 فيديو، وهذا الفيديو مونيتور اللي هو ممكن نعتمده اللي هو البري كاليبريتد فاريبل اللي بتكون موجوده عندي، فبالتالي بحددها او بحولها لموضوع السيمي اوتوميتد. فبحكي لك ذا دبل بريزم ارينجمنت الاو ذا لايت تو باس ثرو تو ذا مونيتور ان الترد وير ذا يوجوال سنجل بارتيكل ايمج از بروديوسد از بروديوسد عفوا، في حاله اذا كان ما في عندي شيرنج لهذا التو بريزمز. هلا بحكي لك اذا انا بلشت اعمل شيرنج، اذا بحكي لك when the prisms are sheared against one another a double image of each particle is produced and then of the split image corresponds to the degree of shear between the prisms. يعني انقسام هاي الصورتين بيعتمد على كمية الشير اللي أنا بعمله. فبحكي لك particle size analysis can be carried out by shearing the prisms until the two images of the single particle making touching contact. هاي التاتشنج كونتاكت انا بدور عليها. بعديها شو بصير؟ بحكي لك ذا بريزم شيرنج ميكانيزم از لينك تو بري كاليبريتد مايكرومتر سكيل. هو البري كاليبريتد مايكرومتر سكيل هو البري كاليبريتد فاريبل اللي بيحول هاي الميثود لسيمي اوتوميتد. فبالتالي هذا شو وظيفته؟ بحكي لك فروم ويتش ذا ايكويفالنت دايمتر كان بي ريد دايركتلي، مباشره بيطلع لي اول ما يصير التاتشنج كونتاكت خلص بكبس انه هذا هو ال دايمتر اللي انا بدي اياه، فبالتالي بعطيني الايكوفالنت دايمتر وبعطيني السايز لهذا البارتيكل بشكل مباشر. طيب في فائده ثانيه من بالنسبه لهي الميثود اللي هي الايمج شيرنج ميثود، اللي هو بيحكي لك الترناتيفلي بشكل يعني الترناتيف، انا هذه الميثود بقدر استفيد منها انه بقدر اطلع سايز ديستريبيوشن كومبليت سايز ديستريبيوشن للباودر او السامبل اللي بكون موجود عندي. كيف الفكره؟ انه انا مثلا بحط تول بريزمز هذول فوق بعض، بعدين بصير ايش؟ بصير اعمل شيرنج بينهم. خلينا نقطة شيرنج مثلا معينة، صار في مثلا صار في عندي طلعت عندي التاتشنج كونتاكت مثلا نقطة معينة، كانوا مثلا 100 أو 200 مثلا بارتيكل، هدول ال 100 أو 200 بارتيكل بحطهم في سايز رينج معين، بعدين بعمل شيرنج بزيادة بيطلع عندي سايز رينج ثاني، بعدين بعمل شيرنج زيادة بيطلع عندي سايز رينج ثاني. كلياته بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على الايكوفالنت دايمتر تاع هاي الميثود. فبالتالي انا بعد ما اقسم هذا الباودر تاعي لايكوفالنت دايم، لا بعد ما اقسمه عفوا لا سايز سايز رينجز مختلف، بيطلع عندي كومبليت سايز ديستريبيوشن. فبحكي لك عن طريق العمليه انا بقدر اطلع كومبليت سايز ديستريبيوشن كان بي اوبتيند مور كويكلي باي سبجكتينج ذا بريزمز تو سيكوينشلي انكريز is shear distance between two prisms levels. فبالتالي بحكي لك هذا ال corresponding to no size range، فهذا الشيء بعطيني size ranges.
فبحكي لك all particles whose image separate and overlap sequentially under a given shear range are considered to fall in this size. فال particles اللي طلعت صورتهم اللي يعني تم التقاط صورتهم عند تحريك ال two prisms في شير معين، هذول بحطهم في size range and are counted by operating the switch which activate the appropriate counter memory. وهذا size range أنا بروح بدخله داخل الجهاز، بحطه في counter بحطه في counter memory معين داخل هذا الجهاز، وما دام في counter memory زي ما تكلمنا هذا الإشي بيدخل تحت هو ال pre-calibrated memory أو pre-calibrated variable بيكون لهذا الميثود. فعشان هيك أنا بقدر أصنفه كأنه semi automated method. فاللي بيهمني من هاي الستايد بشكل عام انه المبدا تاع الايمج شيرنج اي بيز بيقدر يعمل لي اناليسز للسايز للبارتيكل سايز، وايضا بيقدر يعطيني سايز ديستريبيوشن بارتيكل سايز ديستريبيوشن. طيب بالنسبه لموضوع الاوتوماتيك مايكروسكوبي، هلا احنا تكلمنا عن المايكروسكوب او اللايت مايكروسكوب العادي، وتكلمنا انها نون اوتوماتيد ميثود مانيوال 100%، وتكلمنا عن التو سيمي اوتوماتيد ميثود اللي هم الايمج شيرنج اي بيس، واللي هو الثاني اللي هو الكومبليتور اللي هو الايمج كومبريتور. هذول ضروري نعرف اسمائهم ونعرف الميكانيزم تاعت الشغل تاعتهم، ونعرف انه ليش سيمي اوتوميتد، على ايش بيعتمد البري كالبريتد، ونعرف اسمائهم، واذا اجت الرسمه اعرف انه هذا الرسمه تابع للاسم الفلاني وهكذا. هسه بالنسبه اذا automatic automated microscopy is usually associated with a microprocessor microprocessor controlled manipulation. بشكل عام هاي السلايد اللي بهمني منها انه في حاله ما راح ندرس automated microscopy بعينه او ميثود بعينها بتكون automated، ولكن ضروري اعرف انه اذا كانت automated بيكون في عندي microprocessor، بيكون في عندي معالج بيعالج بشكل مباشر هاي السامبل وبيطلع لي نتائج، وهو بيقوم بكل الاشياء. انا فقط بمسك السامبل بحطها بكبس كبسه مباشرة النتائج بتطلع لي. هذا الاشي بحاجة لايش؟ بحاجة لاشي اسمه microprocessor controlled manipulation، وبيكون بيطلع لي على شكل فيديو مونيتور، فبحكي لك هو عشان يطلع لي الايمج اللي بتكون موجودة عندي، فبيكون بشكل دايركت، ما في داعي تدخل، ما بيكون مانيوال، بيكون 100% اوتوماتيد. طيب شو فوائد الاوتوماتيد هذا؟ هو بشكل عام بحكي لك بكون عملي اكثر، اوبجكتيف اكثر، بكون فاستر اكثر، وبعطيني much wider variety of size and shape parameter to be processed. بيكون موضوع السايز رينج مش مهم بالنسبة له، فزي ما تكلمنا انه كل ميثود بيكون عندها سايز رينج، بيكون عندها مثلا من الى، وزي ما تكلمنا في حالة التم والسم السايز رينج تاعهم قليل، في حالة اللايت مايكروسكوب انا بكون عندي الرينج جدا عالي او ما بقدر استخدمه للبارتيكل سايز اللي بتكون جدا قليلة. طب اذا كان عندي مثلا في لايت مايكروسكوب مش موجودة عندي التم او السم، بقدر استخدم اوتوميتد اذا كان موجود عندي، فبالتالي ما بكون في عندي اي مشكلة في السايز فاريتي او السايز اذا كان قليل كثير او كان كبير كثير، فبالتالي اوبجكتيف فاستر وما في مشكله بين ناحيه السايز. طب انتقالا للميثود الثالثه اللي هي الكولتر كاونتنج او الكولتر كاونتنج، اللي هي بتستخدم الكتريكال ستريم سينسينج زون ميثود، او بتستخدم الكتريكال ستريم بتكون فيها الكترولايت الشغله. طيب شو الايكوفالنت ديميتر زي ما تكلمنا، اللي هي بتكون يعني كل ميثود بتتخصص بواحد او اكثر من الايكوفالنت ديميتر اللي هو الفوليوم ديميتر. طيب شو الايكوفالنت ديميتر تاع السيف ميثود؟ خلينا نراجع، هو شيء اسمه سيف ديميتر. شو الايكوفالنت ديميتر تاع المايكروسكوبي ميثود؟ هم الاربعه، بريميتر ديميتر، بروجكتد ديميتر، بروجكتد اريا ديميتر، وعندك المارتنز والفريتس. بالنسبه للايكوفالنت ديميتر تاع الالكتريكال او تاع الكاونتر، الكاونتر هي وهو الفوليوم ديميتر، بيعتمد على الحجم الافتراضي لهذا البارتيكل اللي بتكون موجوده عندي، وبعطيني مباشره الحجم تاعها. طيب بالنسبه للسايز رينج او الرينج اوف اناليسيز لهذا الميثود، لهي الميثود، هو من 0.1 ل 1000 مايكرومتر، ضروري نعرفه. طيب كيف طريقه التحضير وكل شيء؟ بيحكي لك سامبل بريبريشن والاناليسيز تاعها، بيحكي لك باودر سامبل ار ديسبيرزد ان ان الكترولايت تو فورم ا فيري ديلوتد سسبنشن. هاي نقطه جدا مهمه لازم دائما نذكرها اذا سالنا على البريبريشن لهاي الميثود. بمسك الباودر تاعي بحطها في الكترولايت
او في الكترولايت، الكترولايت سوليوشن، وبشكل سسبنشن في هاي الحاله ضروري يكون جدا جدا ديليوتد. هذا السسبنشن بعديها انا مباشره بعرضه لالتراسونيك اجيتيشن عشان امنع عمليه الاجلوميريشن، لانه ممكن يكون عندي الباودر السايز تاعه جدا قليل، فبالتالي ممكن يصير عندي اجلوميريشن على اساس موضوع الباور او اللي هي الفورسز اللي بتكون موجوده على سطح الباودر. عشان امنع هذا الاجلوميريشن بعرضه لالتراسونيك اجيتيشن اللي هو تحريك او اهتزاز. وممكن في حاله انه هذا الاعتزاز ما زبط، او على اساس اذا كان في اجلومريشن اكثر، ممكن استخدم الديسبيرسنت. الديسبيرسنت اللي هي الماده اللي بتساعد على ديسبيرجن او بتساعد على تكوين السسبنشن بشكل افضل، بالتالي بتعتمد بتساعد على انه تعمل 8 بارتيكل دي اجلومريشن. طيب شو البرنسبل؟ بحكي لك هاي البرنسبل بشكل اساسي. خلينا نروح على الرسمه بعطيها بنرجع للستاندرد. هسه بشكل عام في هو بيعتمد على شيء اسمه سينزينج زون. هاي الجمله بتلخص تقريبا كل الشيء اللي احنا بدنا نحكيه. بيحكي لك بارتيكل باسنج ثرو ذا موجرنج ابريتشر اوف ان الكتريكال ستريم سينزينج زون ابريتشر او ابراتس عفوا. هلا في عندي انا هذا البارتيكل سايز، البارتيكل سايز هذا هو انا بدي اقيس الدايمنشن تاعه وبدي اقيس الدايمتر تاعه. هسه هذا له فوليوم محدد، وزي ما بنعرف الايكوفالنت دايمتر تاع هاي الميثود هي فوليوم دايمتر. هسه هذا البارتيكل مثلا بده يعبر من هاي النقطة ويروح لهاي النقطة، لما ينتقل من هون لهون بنقل معاه فوليوم محدد. هذا الفوليوم المحدد بيكون في هون عندي الكترودز، واحد هون واحد هون، بروحوا بقيسوا هذا الفوليوم لما يمروا داخل السنسينج زون. هذا زي ما انتم شايفينه ستريم سينسينج زون، لما يمرق من هون لهون بنقل معاه فوليوم تاعه. هذا الالكترويد بتروح مباشره اللي هي الاقطاب، بتلقط هذا الفوليوم اللي مرق من هون لهون وبتحول لي اياه على الجهاز، والجهاز بيقرا لي كميه الفوليوم اللي دخلت، ومن خلاله بيعتمد على الفوليوم دايمتر بيعطيني ابعاد هذا البارتيكل اللي مرق، بشكل يعني اسمبل از ذات، بشكل البسيط اللي حكينا. فبحكي لك البرنسبل عن بيحكي لك the particle suspension is drawn through an aperture accurately أو accurately drilled through a sphere crystal set into the wall of the hollow glass tube. يعني بتكون السامبل عندي موجودة في glass tube، بيكون في عنده aperture، بيكون في عنده ثقب، وبيصير السامبل تاعتي أو السسبنشن اللي فيه السامبل تاعتي يتحرك من هذا الجلاس تيوب، وبصير يروح على او بصير يعني بصير يتحرك من المنطقه اللي بيكون موجود فيها لداخل هذا التيوب، او داخل الوعاء اللي بيكون بيحتوي على التيوب اللي فيه السامبل تاعتي. زي ما انتم شايفين هون هاي الرسمه الكبيره، هاي انا هون العينه تاعتي، تمام العينه تاعتي موجوده هون، في عندها الكترون هون. هي الابريتشر او الثقب اللي بتحرك منه السامبل تاعتي من هون لهون. هاي المنطقه هي السنسنج زون، لما نعمل لها تكبير بصير عندها هذا الشيء. هاي المنطقة اللي فيها سينسينج زون، لما يتحرك البارتيكلز من التيوب تاعي للهولو، اللي هو او التست تيوب او البيكر خلينا نسميه الثاني، لما ينتقل من هون لهون مباشرة بتقرأ الفوليوم اللي تحرك من هون لهون، ومباشرة بتنقله للأقطاب، والأقطاب بتروح بتنقله ل اللي هو بيعمل لي شيء اسمه ثريشولد سيتنج كنترولد، وبروح مباشرة على بيعمل لي البالس امبليفاير، بروح على كاوتر درايفر بعطيني الديجيتال ريجستر او الريزلت تاعتي اللي بتكون ديجيتال. طبعا تفاصيل هاي الرسمه مش مطلوبه للتوضيح. طيب بعديها وين احنا؟ هاي هون. طيب بعديها بحكي لك الكترودز سيتويتد اون ايذر سايد اوف ذا ابريتشر اند سراودد باي الكترولايت سوليوشن. يعني انا في عندي اقطاب بتكون موجوده على داخل هذا التيوب اللي موجود فيه السامبل، وخارج بتحتوي على بتكون دائما موجوده او محيطه في الالكترولايت سوليوشن، وهي بتعمل قياس مونيتور ذا تشينج ان ذا الكتريكال سيجنال ذات اوكر وين ذا بارتيكل مومنترلي بشكل لحظي بيحجز الحيز بين هذا الهولو او بين هذا الثقب. يعني بحكي لك لحظيا لما اوكيبايز ذا اوريفيس اند ديسبليس اتس اون فوليوم، هاي الحركة أو هذا الفوليوم لما لحظيا البارتيكل يتحرك من هذا الابريتشر الالكترولود، بتلقط هذا الفوليوم اوف الكترولايت اللي تحرك، ومباشرة بتعطيني اياها على شكل ديجيتال ريزلت. فبحكي لك the volume of suspension drawn through
The orifice is determined by suction potential created by mercury treated rebalancing in the convoluted U-tube. يعني ال 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 بشكل عام هاي التفاصيل الدكتورة ما ركزت عليها، بس بشكل عام كله بدور حول نفس الفكرة، اللي هو بيكون في عندي اللي هو التست تيوب داخله السامبل. لما البارتكلز تتحرك من هذا التست تيوب او للهولو البيكر المحيط اللي بيحتوي على سوليوشن من الالكترولايت، لما البارتيكل تاعي يتحرك بحرك معاه فوليوم اوف الكترولايت او بحرك معاه اتس اون فوليوم، فبالتالي الفوليوم هذا بشكل لي تغير في الالكترولايت او بخلق لي في الكتريكال كارنت او تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي بربط الالكترودز، والالكترودز بتروح بتحول لي على الجهاز اللي بيعطيني ديجيتال ريزلتس اخر شيء. فبحكي لك the volume of electrolyte fluid which is displaced in the orifice by the presence of the particle causes change in electrical resistance between the electrodes that is proportional to the volume of the particle. كل ما زاد الفوليوم اوف ذا بارتيكل بيكون ال change of the resistance between هاي الالكترودز بيكون اكبر، فبالتالي راح تكون الريزلت عندي اكبر. فبحكي لك the changing in resistance is converted into a voltage pulse which is amplified and proceeds electrically. يعني بيكون في عندي amplifier هنا، هذا الامبليفاير بكبر هذا التغير في الالكتريكال ريزيستنس، وبالتالي بعطيني بعديها الريزلت اللي بتكون موجوده تاعتي. فبحكي لك بلس فولينج وذن بري كاليبريتد ليميتس اور ثريشولد ار يوزد تو سبليت ذا بارتيكل سايز ديستريبيوشن انتو ماني ديفرنت سايز رينج. هون في المنطقه هاي اللي هي زي ما انتم شايفين هون اللي هو البالس امبليفاير، عندنا الكاونتر درايفر اللي هو في هون في عنده منطقه معينه هون ما بعرف شو هي، هذه البارتيكلز الى السايز رينج المختلفه. مثلا مرق واحد كبير مباشره بيقرا الجهاز انه مثلا تغير فوليوم كبير، فبالتالي بحطه بسايز رينج معين. اذا مثلا مرق بارتيكل ثاني وكان جدا قليل مثلا جدا صغير حجمه بحطه في سايز رينج اخرى وهكذا. تفاصيل العمليه بشكل اساسي ما اظن انه احنا نسال فيها. آخر شيء بحكي لك in order to carry out size analysis over a wide diameter range it will be necessary to change the orifice diameter used. إذا أنا مثلا بدي أعمل مثلا يعني size analysis لا particle يكون عندها volume أو diameter أو حجمها يكون كبير، أكيد لازم أنا أغير الفيس الموجود عندي او الابريتشر او الثقب اللي بكون موجود عندي، لانه ممكن يصير له بلوك او ممكن ما يقرا العينه تاعتي. ممكن يصير له بلوك في حاله اذا كان انا عندي البارتيكل جدا كبير، فراح يصير بلوك لهذا الاورفيس الصغير، فانا لازم اكبر البارتيكل، لازم اكبر عفوا الاورفيس على اساس يصير مناسب لهاي البارتيكل، وبنفس الوقت ما بدي يكون كثير كثير كبير على البارتيكل الموجود عندي، لانه ممكن يكون كثير اكبر من البارتيكل، ولما البارتيكل تمرق وتحرك الفوليوم اوف الكترولايت تاعها ما يكون الالكترودز هذول جدا حساسين انهم يلقطوا تحرك هاي البارتيكل، فبالتالي لازم يكون مناسب لحجم البارتيكل اللي بمرق. فبحكي لك in order to carry out size analysis over a wide diameter range it will be necessary to orifice diameter used. لازم اغيره to prevent ايش؟ to prevent coarser particle blocking a small diameter orifice. هاي شغلة. أو الثاني إذا هي بحكي لك ال finer particle and large diameter orifice will cause two small relative change in volume to be accurately quantified. يعني في مشكلتين وشرحناهم، إذا كانت البارتيكل جدا كبيرة ممكن تعمل لي بلوك، إذا كانت جدا صغيرة ممكن ما يتم قراءتها. بالنسبة للالترناتيف تكنيكس لهاي الميثود في عندي نوعين منها. ممكن اشي يكون عنده نفس التكنيك او نفس المبدأ اللي هو بنسميه مثلا الهايدرو دايناميك فوكسينج، او ممكن نفس التكنيك اللي تكلمنا عنها كان بحجم الاوريفيس. هذا اشي بعطيني بشكل عام الترناتيف تكنيك، ولكنه ان جنرال بضل نفس التكنيك. يعني بحكي لك ان جنرال ذا براكتس ديتكشن تكنيك ريمينز ذا سيم. الشغله الثانيه انه ممكن بدل ما انا ينقل لي التغير في الفوليوم او ينقل لي مثلا التغير في حجم الالكترولايت اللي تم نقلها، ممكن يعتمد على اللايت بيم. ممكن انا يكون عندي الالكترودز هذول او السنسنج زون ما بلقط التغير في تغير الالكترولايت، او ما بلقط التغير في اللي هو التغير في ريزيستنس للفولتج او تغير في ريزيستنس لهذا الالكتريكال كارنت، ولكنه ايش بلقط لي اللايت بيم، بيكون بيعتمد على الضوء. بحكي لك انذر تايب
sensing analyzer utilize the attenuation of the light beam by particle drawn through the sensing zone. يعني بشكل عام نعرف انه الالترناتيف ميثود عندنا يا اما بغير الاوفيس او الاوريفيس عفوا او بغير او بيكون في عندنا شيء اسمه الهايدروداينامك فوكسنج او بيكون في عندنا السنسنج زون بلقط اللايت بيم ما بلقط التغير في التيار الكهربائي. بشكل عام كان هذا ان شاء الله كل شيء لهذا الفيديو، بنتمنى انكم استفدتوا، لا تنسونا مصالح الدعاء، وان شاء الله بالفيديو القادم بنكمل الليزر لايت سكاترينج ميثود وبنكمل السيدمنتيشن ميثود بعون الله. الله يعطيكم العافيه وفي امان الله.